هناك صور لبعض المتصفين فرع بيحملوا سلاح، وهناك صور لمجازر تحمل فرع. هذا الطرف لا يريد ان يعترف ان هناك حمل سهل متضامن، وهذا الطرف لا يريد ان يعترف ان كان هناك اليات اخرى يمكن لها فرض ربعه لا تستخدم فيها كل هذا العنف وتحديدا كل هذه المجازر وما تم. كل طرف منهم عايز يعترف فقط بانه هو الطرف الصحيح وانه هو الضحيه، وان اي كلام عكس كده يبقى الكلام ده مش منطقي ومش مهني. وعشان كده شفنا الانقسام داخل المواقف في الحرب وفي التقارير وفي المؤشرات وفي البيانات. بنقول مره اخرى المتابع للصحف في مصر الأرض يتم تمهيدها لاغتيال المنظمات الحقوقية المصرية. لابد من أن نقدم للناس بديلة تنظيمية ومؤسسية يعيش القيم التي نتحدث عنها، قضايا الشفافية، قضايا الديمقراطية التعليمية، قضايا العمل المؤسسي.